السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم أينما كنتم من جيبوتي، وحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. افتتاح فرع حزب تجمع في أرحبة. اجتماع لمناقشة مسائل حول إصلاح العقود. دوليا سفراء البلدان الإفريقية يصدرون بيانا لمطالبة دونالد ترامب بالتراجع حول التصريحات العنصرية المنسوبة إليه. إذا إليكم تفاصيل النشرة. ترأس دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد حفل افتتاح فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم في أرحبة. ولدى وصول دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد برفقة وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد استقبل من قبل أهالي حي أرحبة وعقال الحي، وساهم في بناء هذا المقر رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وسيدة جيبوتي الأولى السيدة خضرة محمود حيد، حيث وفروا جميع الاحتياجات المطلوبة لنجاح تنفيذ مشروع بناء فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم في أرحبة. وفي مداخلة رئيس هذا الفرع السيد جيلاني حسن قدم شكره وامتنانه للمشاركين في مناسبة افتتاح الفرع الجديد، كما شكر الجميع الذين ساهموا وقدموا يد العون في عملية بناء هذا المقر لحزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، كما شكر كل من دولة رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد ووزير الداخلية للمشاركة ودعمهم لبناء الفرع الذي سيستضيف اجتماعات العمل للجان الفروع المختلفة لأحياء ودجير ومكة وأرحبة. وشهدت هذه المناسبة الرقصات التقليدية والأغاني المقدمة من قبل الفنانين. وفي مداخلة له أشار وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد بأهمية هذا الفرع لحزب التجمع الشعبي للتقدم في حي أرحبة، والذي سيعزز البرامج التي ستقام من قبل الحزب في هذا الحي، كما سيقرب وجهات النظر بين قادة الحزب والسكان كان الحي، وخاصة الشباب الذين سيلعبون دورا محوريا وأساسيا لسياسة الحزب. كما حث مسؤولي الفرع على مساعدة الشباب فيما يخص بتقديم المعلومات والمفاهيم الخاصة بهذا الحزب. وفي كلمة له شكر دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد أهالي حي أرحبة ودجير ومكة على المشاركة المكثفة، وكرم الضيافة الذي قدموا له وللوفد المرافق له، وأشاد بالجهود التي قام بها رئيس الفرع السيد جيلاني والذي ساهم ماليا لبناء الفرع. وطالب دولة رئيس الوزراء سكان أرحبة بالتصرف بكل المسؤولية وترحيب المسؤولين، كما يتطلب لدى زيارة أو وصول بعض الشخصيات الحكومية في أحياء أرحبة. كما أكد أن الحكومة تلقت مجمل الشكاوي الخاصة بأحياء أرحبة، وقال نحن سنقوم بالجهود المطلوبة من أجل تنفيذ طلباتكم في أسرع وقت ممكن وتحسين الظروف المعيشية لأهالي حي أرحبة. وقال إن كلمة أرحبة يرمز إلى الترحيب الحار والوئام والوفاق والتضامن، لذلك على السكان أن يكونوا على أد هذه الكلمات. وعقب تدشين مقر فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم في حي أرحبة، قام دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد برفقة شخصيات هامة من الفرع ومن الحكومة
تطلع حول مرافق هذا الفرع، وتلقى دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد التوضيحات والعمليات التي تقام في أقسام المختلفة التي يتكون منها هذا الفرع. هذا الفرع وفي إطار التعبئة المتعلقة بالإصلاحات وتعزيز القدرة التنافسية وجاذبية المركز الاقتصادي الجيبوتي، عقد وزير العدل سيد مؤمن أحمد شيخ اجتماعا لمناقشة حول الإصلاحات المتعلقة بتنفيذ العقود وحماية مساهمي الأقلية والحصول على قروض، وذلك يوم أمس في أروقة قصر الشعب. وللتفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل إدريس. أهلا بك إدريس. أهلا بك زميلتي حسناء. ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟ هذه الدورة وهذه المناقشات تندرج في إطار المساعي الرامية إلى حماية المستثمرين وتطوير قوانين الاستثمار، وجرت هذه المناسبة بحضور كوادر وزارة العدل ووزارة الاستثمار إضافة إلى مدير الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات وممثلين من القطاعات العامة والخاصة. ونظم هذه المناسبة من قبل الوكالة الجيبوتية لترقية الاستثمارات وبحضور ممثلين من البنك الدولي. وتهدف هذه المناقشات إلى تطوير أجواء العمل والتنمية القطاع الخاص والعام بتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق فرص واسعة للشراكة والاستثمارات في جيبوتي. وأشار وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد مؤمن شيخ خلال حفل افتتاح هذه المناقشات إلى أهمية تطوير قوانين وإجراءات المدنية والتجارية من أجل اكتساب جاذبية وتعزيز الحماية الممنوحة للمستثمرين والمساهمين وأصحاب الشركات الصغيرة. وهذا وتم تقديم عرضا مفصلا عن الخطوط الرئيسية للعمل والإصلاح المتعلق حول هذه القوانين لتحسين وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين وأخيرا الحصول على القروض. وأن جمهورية جيبوتي تسعى دائما ودوما منذ أن تولى رئيس الجمهورية إلى سلسلة الحكم إلى تطوير القطاع العام والخاص، خاصة القطاع الخاص بشكل لافت، وأن حكومة جيبوتي أعطت فرص أولوية للشركات من أجل خلق فرص عمل للشباب. إذن شكرا إدريس على هذه التوضيحات، ونواصل ما تبقى من النشرة. وفي مداخلة الوزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان في هذه المناسبة كذا أن من الأهمية أن تكون لدى الحكومة قوانين أكثر مرونة للحفاظ على مكانة اكتساب جاذبية وتعزيز الحماية الممنوحة للمستثمرين والمساهمين. وقال تندرج هذه المناسبة ضمن السياسة الاستثمارية التي تقوم بها الحكومة الجيبوتية بغية تطوير وتفعيل القطاع العام والخاص وتوفير قوانين فعالة وبناءة من أجل حماية المستثمرين في جيبوتي. ترأس رئيس جمعية التنمية سيد آدم حاجايو يوسف مناسبة لافتتاح مسجد، وذلك في ناحية دودول الواقعة في منطقة تجرة. وشارك في افتتاح المسجد الذي أطلق عليه اسم المرحوم محمد حاجايو الرئيس السابق للجمعية المذكورة سلفا. وشارك في المناسبة الافتتاحية للمسجد عدد من الشخصيات رفيع المستوى من الحكومة الجيبوتية وسلطات منطقة تجرة، من بينها وزير اللامركزية السيد حمد محمد عرامز
والمستشار الفني لدولة رئيس الوزراء السيد علي حمد حسن، يضاف إلى حاكم منطقة تاجورا السيد عبد الملك محمد بنويتا ورئيس المجلس الإقليمي السيد عمر حسن عمر وعقال ناحية دولول. وفتح المسجد أبوابه أمس الجمعة حيث أدى المصلون صلاة الجمعة. يذكر أن هذه الناحية التي يعيش فيها 300 شخص تأسست من قبل جمعية التنمية بدعم مالي من التعاون التركي. عقدت عمدية مدينة جيبوتي بتعاون مع الاتحاد الوطني جيبوتي والمنتخبين المحليين مناسبة لإطلاق ورشة تدريبية حول تفعيل أنشطة الجمعيات المتعددة في بلدية بلبلة. وشارك في هذه المناسبة الأمينة العامة للاتحاد الوطني جيبوتي السيدة حواء جامع، إضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية والمدنية ومسؤولين من لجان ناحية هذه البلدية. وشهدت المناسبة رقصات تقليدية من قبل الفنانين الجيبوتيين. وأشاد المسؤولون الذين شاركوا في هذه المناسبة بدور الذي تقوم به الجهات الفعالة في هذه الدورة بمختلف أعمارها والمساهمة في الأنشطة التنموية والإدارية للبلدية. وفي مداخلة لها في هذه المناسبة أشادت عمدة مدينة جيبوتي على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تنفيذ دورات تدريبية من أجل توعية المواطنين حول أهمية المشاركة في البرامج التنموية للبلاد وتحقيق الأحلام التي نتطلع بها جميعا أي المسؤولين والمواطنين وتنفيذ بذلك جميع المشاريع التنموية خاصة بلدية بلبلة ذات كثافة. قامت وزارة الزراعة بتنفيذ المشاريع الزراعية من خلال استخدام مشروع تصفية المياه وذلك في المناطق الداخلية. وفي هذا الصدد قامت وزارة الزراعة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي بوضع مشروع لتصفية المياه لصالح المزارعين في ناحية دودة تابعة لإقليم عرتة. وتندرج هذه الخطوة في إطار المساعي التي تنفذها الوزارة الهادفة إلى تعزيز الزراعة الوطنية وتحسين مستوى المزارعين في جمهورية جيبوتي وفي المناطق الداخلية خاصة وتحسين الظروف المعيشية للأهالي القاطنين في النواحي البعيدة من العاصمة والاستفادة من المشاريع الزراعية. اختتمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة بتعاون مع الهيئة الإقليمية لمحافظة على البيئة أو بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ورشة عمل حول النصوص القانونية لحماية البيئة وذلك في جزيرة موشة. وتراسح في اختتام الورشة الأمين العام لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة سيد ديني عبد الله عمر بحضور المستشارين الفنيين لوزير الإسكان السيد آدم حسن علمي والسيد عبد القادر عبد الله إلى جانب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة السيد حسين ريراش روبلي ومساعده السيد إدريس النور إسماعيل. وتندرج هذه الورشة التي يقوم بتنشيطها خبراء من وزارة الإسكان والتعمير والبيئة في إطار القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وتوعية المعنيين بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة من الأشخاص الاعتبارية من قبيل خفر السواحل الجيبوتية والقوات البحرية والدرك الوطني والحرس الجمهوري.
وذكر أمين عام وزارة الإسكان والبيئة أن هذه الورشة تتماشى مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف زيادة وعي مختلف أصحاب المصلحة، مؤكدا في هذا الاتجاه على أهمية إسهام صناعي القرار في الحفاظ على موارد البيئية الوطنية من خلال تنفيذ النصوص القانونية ذات الصلة بحماية البيئة. وحتى السيد آدم حسن علمي جميع المشاركين في الورشة الاستفادة من خبرة الفريق الذي يقوم بتنفيذ هذا المشروع. استقبل قائد خفر سواحل الجيبوتية العقيد وعيس عمر بقري وفدا هاما من البحرية اليابانية بقيادة نقيب مورياما قائد السفينة اليابانية ساتوجيري، حيث زار المنشآت والزوارق الخاصة لخفر السواحل الجيبوتية. هذا وأشاد النقيب مورياما قائد السفينة اليابانية بالعمل والجهود التي يقوم بها خفر السواحل الجيبوتية والنتائج الملحوظة بهدف تنفيذ مجمل الأنشطة البحرية لبعثتها، كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به في مجال حماية وضمان سلامة وأمن البحر الإقليمي وبالعلاقات المتينة القائمة بين جيبوتي وبلاده، وأكد أن عن رغبته في تعزيز هذه العلاقات، وتمنى بجهود التي يبذلها قائد خفر السواحل في أداء واجباته الرئيسية التي تتمثل في تعزيز خفر السواحل الجيبوتية. ورحب قائد خفر السواحل بقيادة بقائد السفينة البحرية اليابانية، مشيدا بالتعاون البناء مع البحرية اليابانية والسبل الكفيلة لدعمه وتطويره لإيجاد منظومة عمل متقدمة تدعم الأمن البحري الإقليمي، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز دعم علاقات التعاون والتنسيق بين جيبوتي واليابان. لليوم الثاني على التوالي تتواصل الأنشطة التي تقوم بها القافلة الطبية التي سيرتها وزارة الصحة في المناطق الشمالية لتقديم الرعاية الصحية للأهالي القاطنين في هذه المنطقة. وضمت القافلة 44 طبيبا متخصصا برفقة 60 من كبار الفنيين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم أمين عام وزارة الصحة دكتور أحمد روبلي. وحاضية القافلة الطبية باستقبال حار من قبل والي المنطقة، وتندرج هذه القافلة في إطار السياسة الصحية التي تنفذها وزارة الصحة بهدف تقريب الرعاية الصحية للمواطنين القاطنين في المناطق الداخلية والنواحي التابعة لها. وسيجري الأطباء المتخصصون استشارات طبية وعمليات جراحية، وذلك خلال فترة تواجدهم في المناطق الشمالية. وتطلب وزارة الصحة المساهمة مع الفريق الطبي من أجل إنجاح هذه العملية التي سيقوم بها الأطباء والممرضين أو الطاقم الطبي الذي توجه إلى خاصة مدينة تجرة لتقديم الاستشارات الصحية ومساعدة السكان في هذه المنطقة. وفي مداخلة والي اقليم تجورة السيد عبد الملك محمد بونوي تعرب عن ارتياحه والسر لهذه القافلة الطبية التي من شأنها ان تعزز النظام الصحي وتقدم الرعاية الطبية لأهالي المنطقة، وحث أهالي الاقليم الاستفادة من هذه القافلة الصحية التي سيرتها وزارة الصحة، وقدم الشكر والتقدير لوزارة الصحة على رأسهم وزير الصحة الدكتور جامع علمي عكي. وفي مداخلة الأمين العام لوزارة الصحة أكد أن هذه القافلة ستقوم بتقديم الاستشارات الصحية للأهالي القاطنين في تجورة، وأوضح أن هذا الطاقم يتكون من أطباء مؤهلين ومخصصين وجراحين وممرضين، وسيقومون بتقديم جميع الاستشارات الصحية التي يحتاجها السكان في هذه المنطقة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تقريب
الأنشطة الصحية لجميع أو مجمل المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية والنواحي التابعة لها. في سياق اللقاءات التي تعقدها أمانة الدولة للشباب والرياضة في مجمل التراب الوطني والمناطق الداخلية، وفي إطار اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية وشباب البلاد، في هذا الإطار نظمت اللجنة المكلفة بتنظيم اللقاءات استعدادا للحوار المرتقب، نظمت اجتماعا بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الحركات الرياضية وشباب جامعات جيبوتي. وتطرق المسؤولون أو مسؤول أمانة الدولة للشباب والرياضة مع الشباب المشاركين في الاجتماع حول عدد من الموضوعات، من بينها عملية تعزيز الرياضة الوطنية وتنفيذ وتعزيز الأنشطة الصحية والتعليمية وتنفيذ دورات تدريبية لصالح الشباب من أجل أن تسهل لهم فرص إيجاد عمل. وحتى مستشار رئيس الدولة المسؤول عن شؤون الشباب بمواصلة أنشطتهم وعقد لقاءات لجمع شكاويهم وتقديمها خلال اللقاء المنتظر. نظم الاتحاد الجيبوتي لتنس الطاولة صباح أمس الجمعة النسخة 9 للبطولة لبطولة جيبوتي تيليكوم، وذلك في ملعب حسن جوليد. وتنافس في هذه المسابقة التي بدأت في الساعة 8 صباحا واستمرت حتى الساعة 7 مساء، تنافس فيها عدد كبير من المتسابقين، وجرت بحضور رئيس الاتحاد الجيبوتي لتنس وللتنس ومدير الرياضة لدى أمانة الدولة للشباب والرياضة وهواة لعبة التنس، الذين توافدوا إلى موقع المنافسة لمتابعة وتشجيع فريقهم. هذا وفاز في المرتبة الأولى السيد محمد حمد، وفاز في المركز الثاني السيد برهان عبد القادر، والمركز الثالث كان من نصيب إبراهيم عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي برهان عبد الرزاق عبد الله. من الصباح جالسين نلعب، الحمد لله أول مرة حقي نستوي دوزيام، الحمد لله رب العالمين. لما المساء لعبنا واستوي دوزيام، إن شاء الله بكون لاعب برومي أول اليوم دوزيام، إن شاء الله المرة الثانية بكون برومي، وكمان أنا لاعب ويعجبنا ألعب بيك بون تابل تنس. عقب وفاة العقيد علي ديري عقال، يبعث وزير الاستثمار لدى رئاسة الجمهورية السيد علي جيلي أبو بكر حر تعزيه لأسرة وأقرباء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى الساحة الدولية ولمناقشة حول المواضيع الدولية ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبدي. أهلا بك عبد القادر. أهلا بك. إذن أصدر أمس الجمعة سفراء البلدان الإفريقية في بيانا شديد اللهجة يطالبون فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع بل الاعتذار عن التصريحات العنصرية المنسوبة إليه. نعم، أصدر سفراء 54 بلدا إفريقيا يوم أمس الجمعة بيانا شديد اللهجة يطالبون فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع والاعتذار عن التصريحات العنصرية المنصوبة إليه، والتي وصف فيها البلدان المصدرة للمهاجرين أو المصدر للمهاجرين بحث له خلال اجتماع حول هجرته في البيت الأبيض. فيما كانت قد تناولت أمس ردود الأفعال في إفريقيا وهايتي على تصريحات ترامب، ووصفها الاتحاد الإفريقي بأنها تتنافى تماما مع سلوكياته والممارسات المقبولة، بيد أن الدبلوماسية الأمريكية أكدت على احترام الكبير التي تكنه واشنطن للأفارقة وجميع الدول الأفريقية، حيث طلب السفراء 54 الدولة الأفريقية بالأمم المتحدة هذا البيان لرئيس ترامب التراجع والاعتذار بهذه التصريحات. وبعد اجتماع طارئ دام 4 ساعات، قالت مجموعة السفراء الأفارقة في بيان أنها
هدمت بشدة وأنها تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية والمتضمنة كراهية للأجانب. ومن جانب دونالد ترامب عبرت المجموعة عن تضامنها مع شعب الهايتي والدول الأخرى المشمولة بتلك هذه التصريحات، موجهة الشكر لجميع الأمريكيين الذين دانوا هذه التصريحات. وقال أحد سفراء المجموعة الطلبة عدم الذكر اسمي لمرة واحدة، نحن موحدون. إذن شكرا عبد القادر. مشاهدينا الكرام طبعا بهذا قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، لقاء نتجدد غدا إن شاء الله تعالى في 8 ساعات تانية. إلى اللقاء.